ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. في الفيديو النهاردة هنعمل سلطة التومية السوري زي اللي بتجيبوها من المحلات بالظبط، وبطريقة سهلة وسريعة وبسيطة جدا جدا. بس قبل ما نبدأ في الطريقة ما تنسوش تعملوا لايك وشير لو عجبكم الفيديو. المقادير اللي هنحتاجها هي مية، زيت نباتي، مايونيز وزبادي، نشا الذرة، خل أبيض، فصوص ثوم سليمة، وسكر وملح. المقادير بالتفصيل هسيبها لكم تحت في صندوق الوصف. دلوقتي هبدأ أحط فصوص الثوم زي ما هي كده سليمة في الطاسة، وأحط عليها النشا والمية وهقلبهم مع بعض لحد ما النشا تدوب. بعد ما هدوب النشا كويس قوي هحط الخليط ده على النار هادية واقلب لحد لما يبقى القوام بالشكل ده كده. بعد كده هفضيه في طبق وهحطه في التلاجة يبرد لمدة نص ساعة قبل لما استخدمه. بعد ما هطلعه من التلاجة هضربه في الكبة مع كل المكونات اللي عندي ما عدا الزيت. هضرب كل المكونات لمدة 5 دقايق مستمرة في الكبة. بعد كده هحط الزيت واضرب تاني المكونات كلها لمدة 2 دقايق. وبس كده خلاص خلصنا سلطة التومية. زي ما قلتلكوا هي سهلة وبسيطة ما بتاخدش وقت، ويعني مكوناتها سهلة وبسيطة واعتقد موجودة في كل بيت. وكمان السلطة دي حلوة قوي وتقدروا تحطوها جنب اي اكل زي مثلا فطيرة الشاورما اللي انا لسه عاملاها الفيديو اللي فات، وهسيب لكم اللينك بتاعها تحت في الديسكريبشن عشان لو عايزين تشوفوها. بس كده خلاص خلصنا وصفة النهاردة. لو لسه مش مشتركين في القناة يلا بسرعة اشتركوا، فعلوا الجرس عشان تشوفوا الوصفات اللي جاية، وهستنى دايما تطبيقاتكم على صفحات الفيسبوك والانستجرام. واستنوني في وصفات تانية احلى واحلى. اشوفكم على خير.